أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المستمرة على شاشة إكسترا نيوز، والتي نخصصها للحديث عن تدشين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين صب خرسانة محطة الضبعة النووية. إذن يمثل مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية تتويجا لسنوات عديدة من الجهود المصرية لإدخال الطاقة النووية إلى مصر، وتهدف المرحلة الأولى إلى بناء 4 وحدات لتوليد الكهرباء بقدرة 1200 ميجاوات بإجمالية قدرات 4800 ميجاوات. المزيد في العرض التالي. وتسعى مصر بإنشاء محطة الضبعة النووية إلى تنفيذ استراتيجية الطاقة 2035 على عدة محاور، منها تأمين مصادر التغذية الكهربائية وتنويع مصادر الطاقة والوصول لمزيج أمثل لتوليد الكهرباء من المصادر المختلفة، بالإضافة إلى التوسع في الاعتماد على الطاقة المتجددة. المزيد نتابعه في العرض التالي. أبرز الفوائد التي تجنيها مصر من محطة الضبعة النووية. استراتيجية الطاقة في مصر 2035 ترتكز على عدة محاور، منها تأمين مصادر التغذية الكهربية، استخدام تكنولوجيات جديدة لم تكن مستخدمة من قبل مثل إنتاج الكهرباء من المصادر النووية، تنويع مصادر الطاقة والوصول لمزيج أمثل لتوليد الكهرباء من المصادر المختلفة. تهدف الدولة للتوسع في الاعتماد على الطاقة المتجددة. تهدف استراتيجية الطاقة المستدامة إلى زيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية. من المقرر أن يصل إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة عام 2035. إدخال الطاقة النووية بنسبة حوالي 3%. تساهم المحطة في خفض حوالي 14 مليون طن من انبعاثات الكربون سنوياً. ستكون مصدراً لخلق الآلاف من فرص العمل للشباب. الارتقاء بجودة العمل والمنتجات محلية الصنع إلى مستوى المعايير الدولية مع استيعاب التقنيات والتكنولوجيا المتطورة. الطاقة النووية لا تعاني من التقلبات السعرية مثل مصادر الوقود الأحفوري التقليدية. أبرز الفوائد التي تجنيها مصر من محطة الضبعة النووية. وتهدف الدولة للتوسع في الاعتماد على الطاقة المتجددة وزيادة نسبة مساهمتها في مزيج الطاقة الكهربائية. دعونا نتابع المزيد كذلك في هذا العرض.
ومنذ أن بدأت مصر في تخطيطها لامتلاك قدرات لاستخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية منتصف القرن الماضي، مر ذلك الحلم بمراحل من الصعود والهبوط، ولم يكتب له أن يصبح واقعا إلا بعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة البلاد. المزيد في هذا العرض. للحديث عن الجدوى الاقتصادية لمحطة الضبع النووية ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور ضياء حلمي، عضو اللجنة الاقتصادية بالمجلس المصري للشؤون الخارجية. أهلا وسهلا يا دكتور. في البداية بعد التحية، ما هي الأهمية الاقتصادية لفكرة تنويع مزيج الطاقة بالنسبة لنا في هذا التوقيت؟ الحقيقة تحياتي لحضرتك وللسادة المشاهدين. أسجل بداية أن اليوم يوم تاريخي، 23 يناير 2024، وأنه سيسجله التاريخ فعلا طويلا جدا، لأن هذا يعتبر أهم وأكبر مشروع مصري قومي في العصر الحديث. المشروع له دلالات كبيرة، والاجتماع اليوم بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس فلاديمير بوتين كان به رسائل كثيرة متبادلة توحي بمزيج من تعزيز التعاون الاقتصادي، التنمية المستدامة، العلاقة الشراكة الاستراتيجية بين مصر وروسيا. الرسائل كثيرة، ولكن أتوقف عند سؤال حضرتك وأقول أن تنويع مصادر الطاقة أمر له مردود اقتصادي ضخم على الخطط المصرية، ولكن أيضا له مردود على الصناعة وعلى المواطن، لأنها طاقة آمنة مستدامة طويلة الأجل ورخيصة. طب اشرح لنا يا دكتور بشكل مبسط أبعاد هذه الأهمية وهذه التأثيرات. الحقيقة الناس كتير بتتصور أن مصادر الطاقة هي تهم فقط الصناعة أو الصناعات، ولكن مصادر الطاقة بها استهلاك أيضا. كل مناحي الحياة، كل حياتنا، كل المجالات تعتمد على الطاقة. كل القطاعات تعتمد على الطاقة. الصناعة تعود على المواطن بشكل غير مباشر، لأنه قد يكون ليس لديه مصنع هو شخصيا، ولكن هو يعود على الاقتصاد بشكل مباشر. لكن القطاعات الأخرى، الطاقة هي مصدر الحياة، وتوقف أو تعثر سلاسل إمداد الطاقة أمر خطير، أمر خطير للغاية، وينعكس بشكل مباشر على كل مواطن. وبالتالي هذا الأمر سينعكس طاقة رخيصة، طاقة نظيفة، آمنة. نحن نتحدث عن الطاقة النووية في الاستخدامات السلمية، وهذا أمر سيعود، وتنويع الطاقة لا نعود تحت رحمة هذا التذبذب في إمدادات الطاقة وفي أسعار الطاقة أيضا. صحيح، هي دي نقطة مهمة يا دكتور، لأنه الطاقة النووية لا تخضع لهذه التذبذبات زي الطاقة الأحفورية. طيب دكتور، لو هنتكلم عن النسب المتوقع أن تحتلها هذه الطاقة النووية في مزيج الطاقة في مصر مقارنة بالمصادر الأخرى، يعني إحنا بنتابع دول الجي 20 على سبيل المثال، لها تقريبا نسب متقربة بتحتلها كل مصدر من مصادر الطاقة. الطاقة النووية بتحتل عدد كذا في المئة، الطاقة الأحفورية كذا في المئة، وهكذا. بالنسبة لمصر، إيه التوقعات بالنسبة لهذه الأرقام أو النسبة؟ زي ما حضرتك تفضلتي، ستظل توقعات، وأنا يعني أرجح أن أتكلم لوجهة الاقتصادية بالذات بأرقام محددة حينما تتضح الصورة. ولكن نحن لسنا في بداية الطريق. النسبة المئوية هي تدريجية،
هناك مساعي عالمية أن تكون الطاقة النظيفة يعني ليس أكثر من 10 سنوات من الآن. مصر ليست إلا جزءا من العالم وجزء فاعل وجزء مهم، فأنا أتوقع تخلص التدريج من الطاقة الإحفورية، ولكن لا أستطيع أن أحدد نسبة أو عدد سنوات، لأن هناك أيضا أسباب خارجية مفاجئة تحدث هنا وهناك، كما رأينا في السنوات القليلة الماضية كانت هناك عقبات كبيرة، وهذا ما ذكره الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في كلمته، أنه المشروع مضى ناجحا وفي وقته المناسب وفي وقته المحدد مسبقا وفي خطته برغم العقبات والعوائق والظروف الدولية والجيوسياسية. إذن لنا أن نتوقع أن مصر في طريق رائع وحقيقي وفعال في استخدام الطاقة النووية، وأن الأمر مسألة عد تنازلي للتخلص من الطاقة القديمة، وهي طاقة غير آمنة وتؤثر على تغير مناخي وتؤثر على البيئة وصحة المواطنين. مصر سجل لحضرتك ستكون مصدرا ومركزا للطاقة النظيفة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وهي الرائدة في هذا الشأن. طيب دكتور، هذا التخلص التدريجي من الطاقة الأحفورية، أيضا التقديرات أو التوقعات أنه يأخذ هامش زمني قد إيه؟ وهل يمكن التخلص تماما منها في المدى القريب أو حتى المتوسط، أم أنه هيبقى فقط تقليص للنسبة اللي بتحتلها الطاقة الأحفورية من مزيج الطاقة العالمي؟ لا، التوقعات عالميا أن النسبة ستقل تدريجيا، ولكن التخلص التام من الطاقة التقليدية العادية المتعرف عليها الإحفورية لن يكون بمثل هذه السرعة. يعني هو تدريجي ولكن سيقل، لأن العالم ما زال يذهب إلى السيارات الكهربائية على سبيل المثال، ولكنها لم تصبح النسبة الغالبة في السيارات المستخدمة. هذه مشروعات دولية ومشروعات قومية تأخذ وقتا، ولكني أتوقع نتائج واضحة 2030، ثم نتائج أكثر إيجابية وضخمة 2035، لأني أتوقع أنه بحلول 2050 ستكون نسبة الطاقة الإحفورية أقل كثيرا جدا مما هي عليه الآن. طيب دكتور، سؤال أخير سريعا، فكرة فرص التوظيف أبعدها إيه بالنسبة لهذا المشروع؟ ده سؤال مهم، لأن حضرتك هذا المشروع كما ذكرنا مشروع قومي رائع، وهو مشروع تاريخي بالمناسبة، وقد ذكرنا هذا المشروع بالسد العالي، المشروع القومي المشترك بين مصر والاتحاد السوفيتي في منتصف القرن الماضي، وهو دلالة على الشراكة، وقد أشار إليها بالفعل الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس فلاديمير بوتين بكل الفخر والاعتزاز. الأمر سيدتي أننا هذا يخلق فرص عمل كبيرة وأيضا فرص نوعية، لأن لدينا في مصر مهندسين وعمالة فنية وعمالة متدربة، وهذه هي طاقة المستقبل، هذا هو الاقتصاد الجديد، يعني هذا توجه اقتصادي عالمي ضخم. إذن مصر جزء من العالم وليست تابعة، مصر جزء من التقدم وليست منتظرة. مصر بهذا تفتح الآفاق للمهندس المصري والموظف والإداري والعامل الفني، حتى نتدرب على أيدي الخبراء من روسيا، وروسيا دولة كبيرة وعظيمة في الطاقة النووية السلمية، وهذه لحظة تاريخية بحق، ليست جملة، ليست مجرد عبارة، لا، هي لحظة تاريخية بحق، وهو إنجاز مصري يجب أن نفرح به، بدليل أنه لم يتحقق إلا الآن، إلا اليوم. صحيح. ونقطة المهمة اللي حضرتك ذكرتها كذلك يا دكتور، أنه مسألة فرص التوظيف، ملف التوظيف ليس فقط زيادة في الكم، ولكن كذلك في جودة المصري اللي بيعمل في هذا المشروع. طبعا مسألة تبادل الخبرات وما إلى ذلك اللي حضرتك ذكرتها نقطة غاية في الأهمية. شكرا جزيلا دكتور ضياء حلمي، عضو اللجنة الاقتصادية بالمجلس المصري للشؤون الخارجية، على هذه المداخلة. شهدت العلاقات الروسية المصرية تقاربا كبيرا على مدار سنوات عديدة، وتعد مثالا يحتذى به في التعاون والرؤى المشتركة. واكتسبت العلاقات بين مصر وروسيا قوة دفع قوية جديدة في عهد الرئيس السيسي، حتى باتت أكثر تميزا في ظل الظروف الدولية الراهنة التي تتسم بعدم الاستقرار.
علاقات وطيدة ومتجذرة جمعت بين مصر وروسيا على مدار سنوات ممتدة، تعد مثالاً يحتذى به في التعاون والرؤى المشتركة، وكذا التوافق في التحركات على مستوى معظم الملفات ذات الاهتمام المشترك. تلك العلاقات الفريدة بين البلدين اكتسبت قوة دفع قوية جديدة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حتى باتت أكثر تميزا في ظل الظروف الدولية الراهنة التي تتسم بعدم الاستقرار. كما تبلورت متانة العلاقات في الزيارات المشتركة لزعماء البلدين بجانب اللقاءات على هامش المؤتمرات والقمم الدولية. الزيارات المتبادلة بدأت في أغسطس عام 2014، حيث قام الرئيس السيسي بزيارة لروسيا استقبله خلالها نظيره الروسي، وبحث الجانبان قضية مكافحة الإرهاب، وتوافقت الرؤى حول أهمية تضافر الجهود وتكثيف التعاون في المجالات كافة. من جانبه قام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بزيارة إلى مصر في فبراير عام 2015، وشهدت الزيارة توقيع عدد من الاتفاقيات في مختلف المجالات، كما بحث الجانبان كافة المجالات الاقتصادية والسياسية. أما في مايو 2015 فقد قام الرئيس السيسي بزيارة لروسيا تلبية لدعوة بوتين للمشاركة في احتفالات موسكو بمناسبة الذكرى 70 لاحتفالات أعياد النصر. كما قام الرئيس السيسي بزيارة روسيا في أغسطس 2015 وناقش مع الرئيس الروسي العديد من الأمور الخاصة بالأوضاع في المنطقة العربية. وفي إطار الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة وموسكو، بحث الرئيس السيسي ونظيره الروسي سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، وذلك خلال الزيارة التي أجراها الرئيس السيسي إلى روسيا في أكتوبر 2018. كما أسهمت زيارة الرئيس السيسي إلى موسكو في أكتوبر عام 2019 في تحقيق طفرة في العلاقات بين البلدين، حيث ترأس الرئيس السيسي خلالها مع نظيره الروسي أعمال القمة الروسية الإفريقية الأولى. كما بحث الرئيسان مشروع محطة الضبعة النووية، بالإضافة إلى التعاون في مجال تطوير منظومة النقل والسكك الحديدية وآلية التعاون المشترك في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب. وفي ظل ما يواجه البلدان من تحديات داخلية وخارجية، فقد عكست تلك الزيارات حرص البلدين على تبادل الدعم السياسي على المستوى الإقليمي والدولي، فضلا عن تشاركهما في رؤية موحدة في مواجهة الإرهاب وتحقيق مصلحة مشتركة في دعم النمو الاقتصادي بين البلدين. وعلى المستوى الاقتصادي انتعشت التجارة البينية بين البلدين في الفترة الأخيرة، حيث تم تذليل الكثير من العقبات التي كانت تعترض انسياب حركة التجارة، ومثلت مصر الشريك التجاري الأول لروسيا في إفريقيا بنسبة تعادل 83% من حجم التجارة بين روسيا وبين الدول الإفريقية غير العربية. 80 عاماً مضت على العلاقات المصرية الروسية توصف بأنها قوية تاريخية الجذور، حيث بدأت منذ أربعينيات القرن الماضي ولها تاريخ حافل من المواقف المشرفة على الساحة الدولية. وخلال العقود الثمانية الماضية ما زالت العلاقات تحافظ على تماسكها وترابطها حتى اليوم. يمثل تنفيذ مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية تتويجا لسنوات عديدة من الجهود المصرية لإدخال الطاقة النووية إلى مصر. في هذا العرض سنتعرف على أبرز ملامح محطة الضبعة النووية التي تؤسسها مصر بالتعاون مع روسيا. إذن تعود خطط إنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية إلى أواخر السبعينات عندما بدأت إجراءات اختيار الموقع تحديدا. يقع موقع المحطة النووية على طول الساحل الشمالي الغربي لمصر على البحر الأبيض المتوسط، ويهدف مشروع الضبعة للطاقة النووية إلى بناء 4 وحدات من مفاعلات الماء المضغوط من أحد الطرازات الروسية بقدرة 1200 ميجاوات لكل وحدة. وتعتبر مفاعلات الماء المضغوط التي تم اختيارها هي أكثر أنواع المفاعلات شيوعاً في جميع أنحاء العالم. عامل الأمان والموثوقية جاء لتصميم المفاعل النووي طبعاً من أهم عوامل المفاضلة الرئيسية لاختيار نوع المفاعل والتكنولوجيا المستخدمة لبناء المحطة النووية في الضبعة، حيث تنتمي التكنولوجيا المستخدمة إلى نوعية مفاعلات الجيل الثالث المطور، وهو متوافق تماماً مع جميع متطلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
تتكون المحطة من 6 مباني رئيسية تضم مبنى التوربينات، مبنى التحكم ومبنى الملحقات، وكذلك غرفة البخار ومبنى المفاعل، بالإضافة طبعا إلى مبنى الأمان. يتم تنفيذ المشروع من خلال 3 مراحل رئيسية. المرحلة الأولى وهي المرحلة التحضيرية والتي بدأت منذ ديسمبر 2017 وتغطي الأنشطة التي تهدف إلى تجهيز وتهيئة الموقع لإنشاء المحطة النووية، وتستمر لمدة 2.5 إلى 4 أعوام. أما المحطة المرحلة الثانية في هذا المشروع وتبدأ بعد الحصول على إذن الإنشاء، وتشمل جميع الأعمال المتعلقة بالبناء والتشييد وتدريب العاملين والاستعداد للبدء في اختبارات ما قبل التشغيل، وتستمر هذه المرحلة الثانية لمدة 5.5 أعوام. أما المرحلة الأخيرة فتشمل الحصول على إذن إجراء اختبارات ما قبل التشغيل، والتي تشمل إجراء اختبارات التشغيل وبدء التشغيل الفعلي، وتستمر هذه المرحلة حتى التسليم المبدئي للوحدة النووية وإصدار ترخيص التشغيل، وتصل مدة اختبارات ما قبل التشغيل إلى 11 شهرا. يعد مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية هو عنصر مهم في استراتيجية التنمية المستدامة في مصر، حيث يسهم في تحقيق فوائد عديدة للدولة، منها التنوع في مصادر الطاقة للدولة وإنتاج وتوليد طاقة عالية، مما يساعد على تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء بطريقة موثوقة اعتمادية ومستدامة، ويعتبر أساس لتنمية اقتصادية مستقرة، كما يساعد طبعا في الحفاظ على الموارد الطبيعية غير المتجددة واستخدامها بشكل رشيد، وكذلك يعد مصدر طاقة نظيفة خالي من انبعاثات الكربون، ويلعب دورا بارزا في مواجهة الاحتباس الحراري بالتالي، وهو قادر على استيعاب التقنيات والتكنولوجيا المتطورة وتعزيز البحث والتطوير. ويسهم المشروع كذلك في زيادة فرص العمل طبعا للمصريين بنسبة لا تقل عن 20% للوحدة الأولى وحتى 35% للوحدة الرابعة. إذن مشاهدينا، كان هذا عرضا سريعا عن مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية. شكرا لكم على طيب المتابعة. أهلا بكم من جديد. نرحب بضيفنا في الاستوديو الدكتور أبو الهدى الصيرفي، رئيس هيئة المواد النووية. أهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. دكتور، في البداية احنا بنتكلم عن يوم تاريخي ومشروع غاية في الأهمية. بنتكلم عن محطة نووية ضخمة، تكلفة الإنشاءات فيها لوحدها تقدر بتقريبا 28 مليار و500 مليون دولار. لو تعطينا نبذة في البداية عن هذا المشروع. أولا بداية أنا يعني سعدني أن أنا أوجه التهنئة للسيد الرئيس الفتح السيسي والشعب المصري على هذا الإنجاز الحقيقة اللي طال انتظاره فترة كبيرة، لأن احنا من نهاية من سنة 61 ومصر بتبذل جهود كبيرة جدا لإدخال استخدامات الطاقة الذرية، استخدامات السلمية للطاقة الذرية في مصر. هذا المشروع يعني احنا طبعا احنا عندنا مصادر الطاقة أو مزيج الطاقة في مصر يعتمد أساسا على مصادر الطاقة الوقود الأحفوري اللي هو البترول والغاز، والطاقات المتجددة زي طبعا المحطات المائية زي الطاقة الشمسية والرياح. طبعا كان يهمنا جدا ان احنا ننوع مصادر الحصول على الطاقة وخاصة الطاقة الكهربائية، فلابد من ادخال مصادر جديدة للإنتاج الكهرباء. بيأتي في مقدمتها الطاقة النووية. اتعمل مشروع أو اتعمل طبعا احنا عشان نخش البرنامج النووي كان لابد فيه خطوات تجب اتباعها، خاصة بإعادة تجديد تحديث دراسة موقع الضبعة، نمرة 2 الإنشاء تدريب الكوادر على التشغيل، ونمرة الثانية اللي هي بناء وجود بناء تشريعي، لأن ده أحد متطلبات هيئة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن لابد الدولة اللي تشتغل في مجال النووي إنها طبعا بتخضع للرولز بتاعت الوكالة، فلابد يكون عندنا تشريع جهاز الرقابي. في 2010 صدر القانون النووي وانشئت هيئة الرقابة الإشاعية اللي هي دي منوط بها التفتيش وإصدار الترخيص اللازمة لجميع الفاسيلتيز اللي بتخدم الطاقة الذرية من معامل ونشاط حقلي وغيره.
طب دكتور خلينا نتكلم عن الثلاث نقط دول. حضرتك تحدثت عن النقطة المتعلقة بالتشريعات، خلينا نتكلم عن المكان. إيه معايير اختيار الأماكن اللي بيتم فيها إنشاء المشروعات؟ أولا طبعا إحنا أي موقع بيتم تحديده لإنشاء مفاعل نووي يجب أنه تتوفر طبقا لتعليمات الطاقة أو الأسس بتاعة الهيئة الدولية للطاقة الذرية، لابد في معايير تتوفر من حيث مدى صلاحية التربة، نمرة اثنين عدم تأثير هذا المفاعل على المياه الجوفية، تمام، الوضع التركيبي ليها أن يكون في آمن للإنشاءات اللي بتتعمل في المكان. طبعا احنا موقع الضبعة مش بس النهاردة بيتم كلام عنه، لا ده من سنة 61 كان تم إصدار أو طرح مناقصة لإنشاء مفاعل نووي، وكان بيأتي في مقدمة المواقع المختارة هي موقع الضبعة لما توفر فيه من مواصفات مهمة جدا، ومنها كمان بالقرب من البحر للحصول على مياه لعملية التبريد المفاعل. طب الحديث عن المناقصات، ايه اهم الدول اللي كانت مرشحة للشراكة مع مصر في هذا المشروع غير روسيا؟ والله طبعا احنا قلنا ان تم اطلاق البرنامج النووي في 2007 وتم اصدار القانون النووي في 2010. احنا طبعا مصر عندنا في الشفافية في تعاون مع دول العالم، فتم طرح مناقصة بين خمس دول هي الولايات المتحدة الأمريكية، روسيا، الصين، فرنسا، وكوريا، لدخول لإنشاء هذه المحطة. على فكرة المحطة بتاعتنا بتاعت الضبعة هي محطة بتحتوي على أربع مفاعلات نووية، كل قدرة كل مفاعل حوالي 1200 ميجا وات بإجمالي 4800. فطبعا احنا عملنا التشريع النووي وعملنا إعادة تأهيل للموقع، لأن كان في مواقع كتيرة جدا مختارة لبناء المفاعل، ولكن مع الوكالة ومع إعادة تحديث هذه الدراسات اتضح أن أنسب موقع هو موقع الضبعة. طيب وال 1200 دول يا دكتور ميجا وات دول بيحسبوا كل قد إيه؟ يعني هل في السنة ولا في قد إيه؟ 1200 في السنة. في السنة، أوكي. طيب هل مواد الإنشاء اللي بتستخدم في هذا المشروع أو في مثل هذا المشروع لأي مدى بتختلف؟ أكيد بيبقى ليها طبيعة خاصة، لأي مدى بتختلف عن مواد الإنشاء الأخرى لمشاريع أخرى مشابهة؟ طبعا العمليات الإنشائية الخاصة بإنشاء المفاعلات متوفر فيها مواصفات معينة من حيث درجة التحمل، درجات الحرارة، وعدم تأثرها بالمياه الجوفية، ومواصفات أخرى كثيرة جدا بمفروض أن احنا تتوفر في المواد المطلوبة لإنشاء المفاعل. تقريبا الهيكل الخارجي كمان بيتحمل اصطدام طائرة 400 طن. بالضبط، بالضبط كده. طيب ما المقصود بالمفاعلات النووية من الجيل الثالث يا دكتور؟ والله المقصود بالجيل الثالث طبعا احنا من حظنا الحقيقة ان احنا موقعنا اتفاقيه مع الاتحاد السوفيتي مع روسيا في 2015 انشاء المفاعل. الحقيقه كانت من الناحيه الفنيه والناحيه الماليه غير مسبوقه، لان طبعا تكلفه اولا هي من الجيل الثالث بتوفر فيه عوامل امان عاليه جدا، بيبلغ العمر الافتراضي لهذه المحطات حوالي 60 سنه. تمام. الشركات المحليه وده مهم جدا طبعا، المتولي تشغيل المفاعل وامتلاكه هي هيئه المحطات النوويه، والتعاون مع روسيا للشركه المؤهله لعمليه الانشاء هي شركه روس اتوم الروسيه. وطبعا في مكون محلي، احنا عندنا بنسعد الحقيقه ان بالنسبه لعمليات الانشاءات العمليات الانشائيه المحليه بتشارك فيها شركات مصريه، وده بيكتسب الشركات المصريه خبره كبيره جدا في العمليات الانشائيه الخاصه بالمفاعلات النووية، لأن دي ذات طبيعة خاصة. طب دكتور الستين سنة دول العمر الافتراضي لهذا المفاعل، ماذا يحدث بعد الستين عام؟ هل المفاعل بيخرج عن الخدمة تماما أم أنه يعني مصير هذا المشروع إيه؟ والله هو العمر الافتراضي للمحطة اللي احنا بصدد كلام عنها هو حوالي 60 عام. بيتم طبعا بصفة دورية عمليات صيانة عالية جدا لتوفير متطلبات الأمان. بعد 60 عام ممكن نعمل حاجة اسمها عملية ديكوميشنينج
للمفاعل، يتم تفكيك هذا المفاعل بصفة مبدئية. طب دلوقتي دكتور، المحطة تم تصميمها لتقاوم خطأ المشغل البشري، يعني إيه يعني خطأ المشغل البشري؟ خطأ المشغل البشري إن طبعا إحنا قلنا إن المحطة بتحتاج كوادر مؤهلة، وإحنا على فكرة برضو يهمنا جدا إن إحنا في مصر تم إفاد مجموعة كبيرة جدا من المهندسين لروسيا لتدريبهم على التشغيل. في نقطتين في المفاعل النووي، في السيفتي وفي السيكوريتي. السيفتي اللي هي العوامل الأمان الخاصة بالتشغيل، والحقيقة الجيل الثالث من المحطات من المفاعلات النووية بتوفر فيه أعلى معدلات الأمان النووي. الناحية الثانية بقى اللي هي السيكوريتي، اللي هي تأمين الجسم بتاع المفاعل وتأمين المنشآت المحيطة به. طب بما أنه حضرتك اتكلمت عن العنصر البشري، بنتكلم طبعا عن زيادة مستهدفة في فرص العمل للمصريين تحديدا في المشروع بنسبة لا تقل عن 20% للوحدة الأولى وحتى 35% للوحدة الرابعة. إيه أبرز التخصصات؟ حضرتك ذكرت بعض الأمثلة وفكرة التدريبات اللي بيروحوا يتدربوا هناك في روسيا، إيه أبرز التخصصات اللي بتعمل؟ أهم التخصصات بالنسبة للهندسة نمرة 2 عملية عمليه الامان النووي، مهندسين امان نووي. تم انشاء مدرسه في العالمين لتاهيل كوادر للتعامل مع المحطات النوويه. هو انا الحقيقه اللي يهمني جدا ان انا يعني اقول انه مش بس المحطه النوويه بتاعت الضبعه هتخصص شائر الكهرباء، ولكن احنا بنتعشم او هو ممكن استفاده منها في عمليه تحليه ميه البحر، لان احنا مهمه جدا عندنا مصدر الحصول على المياه عذبة لتعمير وتنمية الساحل الشمالي. طب دي نقطة مهمة جدا يا دكتور، لو حضرتك تقول لنا بشكل يعني مبسط تفاصيل أكثر عن فكرة تحلية مياه البحر. والله طبعا في على مستوى العالم في أنواع كتير من المفاعلات، منها مفاعلات خاصة فقط باستخدام الانتاج الطاقة الكهربية، وفي مع مفاعلات باسمها المفاعلات ديور بيربوس نيوكلير رياكتورز، دي بتستخدم لعمليه تحليه الميه بالاضافه الى انتاج الكهرباء الطاقه الكهربائيه، ودي موجوده في دول كتير في العالم منها الهند وباكستان وكازاخستان. طب دكتور حضرتك يعني قبل الهوا كنا بنتكلم عن فكرة الاتفاق مع روسيا على مسألة الوقود النووي، وحضرتك ذكرت أنه برنامج إنتاج في مصر مخصص للوقود النووي، يعني لو تكلمنا عن هذه النقطة. والله طبعا احنا عندنا في مصر ثلاث هيئات نووية، هيئة المواد النووية وهيئة الطاقة الذرية وهيئة المحطات النووية. المفاعل الروسي حيتم تزويد مصر بالمفاعل وما يلزم ليه من وقود نووي، ثم تقوم روسيا باستخدام الوقود المستنفذ لعمليات الإسراء وإعادة تشغيله. ولكن طبعا احنا يهمنا جدا ومصر دائما حريصة وحتى نصب عينها ان احنا نامن مصادر الحصول على الوقود. طبعا فاحنا بنهدف مهمه قوي في الحقيقه. احنا هيئه المواد النوويه هي هيئه انشئت سنه 77، ومن اهم مهامها استكشاف الخامات النوويه ومعالجتها لانتاج ما يسمى بالكعكه الصفراء بالقوى النوويه اللازمه لانشاء الوقود. فاحنا بنهدف تدريجيا ان يبتدي احلال تدريجي للوقود النووي في تشغيل المحطات. طب دكتور احنا في البداية كنا اتكلمنا عن عدد من الدول اللي كانت مرشحة لمشاركة مصر في هذا المشروع غير روسيا. هنا حابة اسأل حضرتك عن الاختلاف اللي ممكن يكون بين تكنولوجي دولة عن اخرى في بناء المفاعلات النووية. والله يعني روسيا الحقيقة بتيجي في مقدمة الدول اللي عندها صناعة نووية وبتشتغل في انشاء المفاعلات. يهمني جدا برضو اقول ان يعني موضوع الامان النووي، ان احنا مهم جدا ان احنا كنا اشترطت الوكاله ان مصر تعمل عمليه توعيه للناس بالنسبه لان طبعا هي تنشا في الساحل الشمالي، عندنا مناطق سياحيه وعندنا مناطق سكنيه، فهنا يهمنا جدا ان احنا نعمل توعيه للشعب بالنسبه للاستخدامات السلميه للطاقه الذريه. برنامجنا اساسا في مصر بيعتمد على الاستخدامات السلميه طبعاً للطاقه الذريه، ليس لينا اي اتجاه اخر. الحقيقه يهمني قوي ايه الفوائد بتاعه استخدام الطاقه النوويه. الطاقه النوويه طاقه امنه ونظيفه، بياتي في مقدمه الفوائد اللي بتوعد علينا من استخدام المفاعلات هو الاثر البيئي.
المفاعل ده أو المحطات النووية في مصر هتوفر ما يقرب من 14 مليون طن انبعاثات كربونية بتأثر على البيئة. نمرة اثنين قلت موضوع الحصول على الكهرباء وتحلية المياه، ونتعشم ان احنا نقدر نستفيد من هذه المحطات في تحلية مياه البحر. ده يمكن يا دكتور غير مسألة انه اسعارها غير خاضعة لتذبذبات الطاقة الاحفورية طبعا بتتعرض لها. شكرا جزيلا دكتور ابو الهدى السرافي رئيس هيئة المواد النووية على كل هذه المعلومات القيمة وعلى وجود حضرتك معنا. شكرا جدا. في ختام هذه الجولة من تغطيتنا المستمرة معكم على مدار الساعة في إكسترا نيوز، تقبلوا تحياتي أنا إنجي طاهر وتحيات فريق العمل. دمتم في أمان الله.